برحب بسيادة النائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب البحريني. سيادة النائب مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء الورد، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. سيادة النائب علي أحمد، يعني كيف تستقبل المنامة اليوم الرئيس السيسي، وكيف ترى المنامة هذه القمة، خاصة بأنها تأتي بعد اجتماع ثلاثي أنا أيضا يحضره الملك عبد الله الثاني في شرم الشيخ، قمة مصرية بحرينية أردنية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في البداية أمسي عليكم بالخير وعلى أهلنا شعب مصر العظيم بكل خير، ونتمنى مزيد من التطور لشعب مصر العظيم. وإياكم. طبعا اليوم تشرفت البحرين باستقبال فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى البحرين، وكان يعني في مقدمة المستقبلين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم. وهذه الزيارات كالمعتاد يعني تشوبها الأخوة والمحبة، وهذه الزيارة زيارة الرئيس يعني البحرين هي تعزيز للمواقف المشتركة في ظل الأحداث الدولية. وأنا أؤكد بكوني عضو لجنة الأخوة البحرين المصرية البرلمانية أن زيارة فخامة الرئيس يعني إلى مملكة البحرين تعكس مدى العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية التنسيق المشترك يعني في ظل ما تشهده المنطقة في الفترة الحالية والعالم من تجاذبات وصراعات ومتغيرات متسارعة تتطلب مزيد من المباحثات لتجاوز هذه التحديات والوقوف على المجريات وتحقيق السلام والأمن والاستقرار على جميع المستويات، وهذا بما يعود على الشعبين والمنطقة ككل. طبعا العلاقة، لما نتكلم على العلاقة بين مملكة البحرين وجمهورة مصر العربية، علاقة أخوية، علاقة وحدة. الموقف بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كل القضايا الإقليمية والدولية، واستمرار كذلك المباحثات حول التطورات والمستجدات الراهنة وتطوير العلاقات العريقة يعني نحو آفاق أرحب. صحيح صحيح. احنا لما نتكلم على المستوى المتميز بين العلاقة بين البلدين الشقيقين، هي علاقة متميزة تتسم بالتواصل، تتسم بالتنسيق المشترك. هناك ملفات مشتركة تعود على تطوير المجالات في تنفيذ في اتفاقات مشتركة، وكل ما يصب في مصلحة البلدين والشعبين، وكذلك تطوير منظومة العمل العربي المشترك، وهذه يعود بحماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات كذلك من خلال القادة. نعم. عظيم. بما ان حضرتك يعني عضو في لجنه الصداقه البرلمانيه المصريه البحرينيه، برايك ما هي ابرز الموضوعات المطروحه امامكم كنواب بحرينيين ومصريين عشان تكريس هذه العلاقات وتتويج هذه العلاقات ما بين القيادتين والشعبين؟ طبعا لجنه الاخوه المصريه البحرينيه يعني نحت نحو كبير وخطت خطوات متسارعه. الزيارات المتبادلة بين رؤساء البرلمانات في البحرين وفي مصر كانت متواصلة دائما. يعني في الفترة الأخيرة في شهر فبراير الماضي يعني حضر إلى البحرين رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، وقام بزيارة مع وفد مصر رفيع المستوى. وهذه الزيارة يعني كانت مهمة جدا يعني لتعزيز العلاقات البرلمانية المصرية البحرينية، وتعزيز كذلك التنسيق بين المجلسين البحريني والمصري، وهذا يعود بالتنسيق في المواقف والاجتماعات الدوليه البرلمانيه والاقليميه لتوحيد هذه المواقف. هذه كلها تصب للامانه في صالح العلاقات بين البلدين ككل، سواء كان على المستوى القاده او على مستوى البرلمان او حتى على المستوى الشعبي. صحيح. وما ننسى في الفتره الاخيره يعني في شهر ديسمبر الماضي كذلك قامت رئيسه مجلس النواب البحريني المعالي الرئيسة فوزية زينل بزيارة إلى مصر في ديسمبر الماضي، وهذا يؤكد تنامي العلاقات بين البلدين في شتى المجالات. نعم. أنا شاكر لوجود حضرتك معنا، كل التحية والتقدير سيادة النائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب البحريني.